هلا ومرحبا. مرحبتين. هلا بعريسنا انورت واسفرت. بنورك. الحمد لله على السلامة. سلمت عليه؟ سلمت عليه. حبيت راسه؟ لا ما حبيت راسه. حبيت راس جاي من؟ جاي من شهر العسل. جاي من شهر العسل حبيبي هو اللي جاي بس رمضان. شلون شهر العسل؟ والله كل شيء. شلون السفرة؟ سفرة. معانا ولا معاها؟ وين السفر؟ صراحة يعني ما يبي لها بريان مع المدام. ما يلهم صراحة. كلام عادل. شو اللي عادل؟ شو اللي عادل؟ احنا عشرة عمر تقول لي حتى لو احنا عشرة عمر حتى لو عشرة عمر تبقى قبل وجهك يا حبيبي. ايه؟ يوم تسوي قفل يوم شايل الدنيا وخنك وخر. احنا عشرة عمرك تقول مع المدام. انت عرفت انت حبيبي كم اسبوع حبيبي من حبيبي انت من عرفت كم اسبوع انا عشرة عمرك شو رايك في الموضوع حبيبي انت. صارت شريكة حياتي اي بس كم لك من عرفت لك اسبوعين ما ثلاث صاحي اذا اللي قديك لي عشرة عمره صدر يقام يعور يا حبيبي انت عشرة عمره يقول عشرة عمر حبيبي زوجتي خلاص اكتبها وعقد نكاح حبيبي حتى ولا امراتك الدارك الدنيا ركبت السيارة ليه انت يا مستر متين ايش رايك في الموضوع احنا عشرة عمره يقعد يقول ان السفرة مع امرته الغريبة هذه عليه لا ما بغريب يا تو يا بغريبة ذي ترى مرتي البست بدبلة كم لا من عرفها كم لا يا حبيبي شون يقول شون يقول شون تبغي هدم رتي يجي افرح افرح اضحك اضحك انت قل لي انت الحين خل نكون منطقي سؤال منطقي منطقي يعني منطقي منطقي جدا تعرف المنطق هل هذا عدل انه انا عشرة عمره مثلا اكثر من عشر سنوات حلوين حلو. تجي هذه تتزوج ذي امرتي يا ابو ريان ما يقولون هذه قول زوجتي المهم اني تتعرف عليه من اربع اسابيع يبدي عليه ما تعرفت على تزوجها وذا اللي كل واحد يوكل كيكه يوكل فيشار انت تواكله انت ابو امك انت ما لبس دبله كل واحد لبس الثاني دبله يوكل فيشار يقول في علي ابو امك وتعب على ما يسوي ذي الحراسه وما ادري شنو يسوي زي كذا ويتعلم شنو ذي تسوي له اقول لك ثلاث شهور شنو ذي الحين الحركه هذه تلبس الدبل ذي ايه. وبعد ما يخلصون كل واحد يوكل روحه كيكه ويوكل الثاني كيكه وعصير شنو يسوي زي كذا شلون يعني زي كذا ما ادري زي كذا يسوون حركه انا عارف واقف كذا ياكل روحه ياكل ويتاكل قال يوكل روحه كنت يتوكل روحه ما سويتوا شيء يا حبيبي أجل ذي الثاني لا ما سويت نفس الشيء انت قاعد توكل نفسك حبيبي خلاص حطه في ثمنك وانت الموضوع حبيبي ارجع للسؤال المنطق وخذه بحكمه خذه بحكمه يعني قبل ما تجاوبني هل هذا منطق انك انت تبدي شخص قريب توك متعرف عليه على شخص لك سنوات معه المنطق والحكمة يقولون أن هذا الشخص هالغريب اللي تشوفه أنت مرتي نعم شنو؟ نعم صحيح مرتي زوجتي زوجتك نعم صح؟ صحيح صح هل هذا منطق؟ هو منطق لبقى أنت لي قبل وجهك يا حبيبي أقول لك عشرة أقول لك حبيبي دمرتي إيه والله بك لو لك المنطق شرح كافي يا حبيبي بس أنا عشرة عمرات تو متعرف عليها هي اسمي ادمين افهمك انا وعلى تعالك لا باكسك تبقيس انا دمرتي تفرقهم حبيبي ما فرقهم اسمي بدي عليك ما بدي عليك حبيبي مريت ذي مريت ام عيالي انت